إلى مناطق الصراع في شرق أوكرانيا، حيث قتل جندي أوكراني خلال الساعات 24 الأخيرة في معارك ضد المسلحين الموالي لروسيا. الجيش الأوكراني أعلن تسجيل 20 انتهاكا لوقف إطلاق النار، كما استخدمت الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك للسلام. المسلحون الموالون لروسيا هجموا قواعد الجيش الأوكراني على جميع نقاط الخط الفاصل. أكثر المناطق توترا كانت تلك الواقعة في اتجاه لوهانسك، حيث هجمت بلدات زلطوي ومحطة لوهانسك، كما تعرضت بلدة فوديان الواقعة في اتجاه ماريوبول للاعتداء.